في مصر كابتن طه، او بدات اول تدريب ليك كان مع مين؟ قطاع الناشئين في النادي الاهلي سنه 75. كان مين من الاجيال بقى اللي موجوده؟ كان ايامها الدكتور عمرو النجد ماسك فرقه من احسن فرق اللي مليانه مواهب. الفرقه اللي كان ماسكها اللي هي كان فيها طاهر ابو زيد وضياء السيد وفيها مجدي عبد الغني بعد كده ومجموعه ومحمد حشيش وعلاء ميهوب. الفرقه رائعه، كان الناس اللي هم لعبوا درجه اولى بعد كده كلهم. كانت الفرقه دي على فكره تلعب يوم الجمعه الساعه 10 الصبحيه، كان الناس كلها تروح تتفرج عليهم. ما كانش في كوره ساعتها غير للناشئين. وطاهر بقى كان امكانيات رائعه جدا، تالق هو، بس حتى كان لسه طاهر لم ينمو جسمانيا بالشكل المطلوب، حتى الناس كانت تتمنى ان هو يطول. فجاه هو بقى سنه واحنا 16 سنة ابتدى يفتح. انا فاكر الكلام ده كابتن طه، كان هيديكوتي لما جه قال لنا تعالوا عاوز افرجكم تيجوا بدري شويه تيجوا تتفرجوا على لعيب ده هيبقى مستقبل في النادي الاهلي. فبصيت كده فبقول له مين؟ قال لي اللعيب اللي هو لاشوا. لا كان ملفت للنظر. كان الفريق مرتجى الله يرحمه كان موجود دايما يجي يحضر، وكل اعضاء النادي يحضروا مبسوطين باداء متفرج عليه. لا كان لعيب عالي قوي. طول عمره لعيب كويس. طيب انت مين من المدربين، طالما بقى خلاص دخلنا على مجال التدريب، مين المدربين اللي انت حطيت عينك عليه وقلت ان ده هيبقى موجود معايا في كل الاوقات كلها وده هيبقى مستقبل للنادي الاهلي وبعد كده في شغلي؟ هو اكتر واحد اشتغل معايا الدكتور عمرو المجد. دكتور عمرو ابو المجد. يعني اشتغل معايا بدءا من، خلينا نفتكر بقى الامور كلها. طبعا انا زي ما بقول لك كنت ماسك قطاع الناشئين وهو كان مدرب الفريق دوت، فعلاقتنا موجوده من وقتها. اعتقد بدايه من رحت الامارات دربت نادي النصر. نادي النصر في الامارات. في الامارات كان معايا. وبعد كده دربت نادي الوحده في مكه. في السعوديه. كان معايا. ورجعت الامارات تاني على الاهلي. لا بعدين جه اهلي مصر 86. ايوه كان معايا. ايامنا احنا بقى. فهو معظم المراحل كان معايا الدكتور.